ايه ده؟ مين هذا؟ هذا عمي برهام شيخ القبيلة. اسمع، إذا سأل عني أنت ما بتعرفني ولا تدله على طريقي. السلام عليكم يا أخ العرب. وعليكم السلام يا شيخ العرب. ما شفت بنية هنايا من الغجر؟ لا يا فندم، حضرتك احنا هنا فندق، عندنا غرفة سنجل، إقامة هاف بورد، إنما بنية واسمها زينة لا ما شفتهاش. مش عرفك إن اسمها زينة؟ لا 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 ما أعرفش حضرتك إن اسمها زينة، حضرتك أنت قلت، أيوه أنت اللي قلت اسمها زينة، حتى بالأمارة قلت لي لابسة ملون. لما أنت قلت لي إن هي شعرها بني كيرلي. إيش كيرلي؟ أنا سألتك قلت لك إيش كيرلي؟ قلت لي ملولو. أيوه أيوه ويفي. أي يا فندم، أديك أنت اللي قلت أهو. ثم يا فندم، إحنا هنفضل نسأل على حاجة وندور عليها، المفروض ندور بنفسينا، ولا هنفضل كتع كسح كسل، بنكسل حتى ندور على حاجتنا؟ حضرتك عايز تتوضى؟ وين زينة؟ عدوي 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 ايه ده؟ وطي صوتك، انت اشتغلت مكان عدوي ولا ايه؟ لا انا هربانة من الشيخ برهام، اصل وصل لغاية هان. شيخ برهام مين؟ شيخ برهام شيخ القبيلة اللي عايز يجوزني من ابن عمي نزير. ايه ده؟ نزير الخطير؟ ايوه. ابو شنب كبير؟ ايوه. اللي بياكل الضبابير؟ ايوه. والشيخ برهام اشر منه، قاتل لحد دلوقتي 11 واحد، ويستنى واحد ليكمل فيه الدسته. يعني هيبقى 12؟ لا لا انا بتشائم من الرقم ده جدا، انه بيجي قبل 13 على طول. ولو يوم جمعه بقى تبقى ليله نحس. انفد برجليك احسن ما يشوفك ويقتلك. يقتلني؟ ويقتلني ليه يا اختي؟ انا عملت ايه؟ انا مالي؟ مش انت عايز تتجوزني؟ نعم. مين؟ جوز مين؟ فارس. انت رجعت في كلامك؟ فارس مين؟ لا لا لا, 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 لا. انا بهزر معاكي. لا طبعا، وبعدين هو ايه اللي هيعرفه مكاننا يعني؟ بص شوف. بدك تتجوزي من برا القبيله؟ اتشاهدي على روحك. الحقني يا فارس. مش فارس، انا اسمي عدوي. أنا جاي أسلمك العودة دي؟ قال لي لا عودة تقلة سلمالي، أنا كمان مسافر. مسافر رايح فين؟ يعني بإني شخص بحب المغامرات والبايكنج. اخلص! مرسى مطروح. طب ما أنا مسافرة مرسى مطروح أنا كمان. يا سبحان الله، ده إيه الصدفة العجيبة دي؟ يعني أنت مسافرة مرسى مطروح وأنا مسافر مرسى مطروح؟ طيب خلاص، يبقى نتقابل بقى في الحمامات هناك. إيه ده؟ حمامات إيه؟ أنت عايز تدخل حمام؟ إيه القرف اللي أنت في إيه يا بنتي؟ حمامات كليوباترا ما معروفة عجيبة، أنت عمرك ما سافرت في حياتك. احنا هنسيب ازاي الاوتيل من غير ريسبشنست؟ لا انا ماليش فيه، أنا عندي ظرف قهري وحجزت وين سيرفنج. وانا كمان عندي ظرف قهري ولازم اسافر مرسى مطروح. ليه يعني؟ زينه قريت لي الفنجان وقالت لي ان انت لازم تروحي مرسى مطروح ضروري. يا سلام، ما انا زينه قريت لي الزبادي بالفواكه وقالت لي لازم اسافر مرسى مطروح ضروري. غريبه. غريب. هي ليه قصدها ان احنا الاثنين نسافر مع بعض نفس الوقت؟ مش عرفني نفس المكان. مش عرفني حضرتك، يعني مش ممكن تكون يعني فنجانك مع مجي عملوا طريق ايه؟ انت بتركزي حاجات غريبه جدا يا شيخ، وسع عليك. لا 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 خرب على عينيكي. غريبه. مساء الخير يا استاذه فريده. مساء النور. انا عاوز حضرتك في موضوع مهم قوي. انا عندي مشكله خطيره. السبا بتاع الاوتيل قافل بقاله اسبوع، وانا حياتي بلا سبا تتدمر. انا جلدي بدا يفقفق يا فندم. والنبي ده وقته، الفار بيلعب في هبي. ايه ده؟ اوعى تكوني بتفكري في اللي انا بفكر فيه. انا الفار بدا يلعب في كل حته عندي، ينتشر من ساعه ما شفت البنت الغريبه اللي اسمها زينه دي. تقصد ايه؟ اقصد ان البنت دي عندها خطه كبيره قوي، داخله الاوتيل تلعب على الكل مره واحده. والمصيبه الاكبر بقى ان ماستر فارس هيتجوزها. يتجوز مين؟ مالك الغل ده فيه ايه؟ هيتجوز زينه وانت ما تعرفيش؟ انت هنكت يا دكتور. لا لا يا استاذه فريده، مش عشان بقولك الامي واحتياجاتي الشخصيه تقومي تنزلي الحاجز اللي بيني وبينك. اروح اي سبا في اي اوتيل تاني. وبعدين على فكره انا بتكلم معاكي بجد بمنتهى المصداقيه. انا لسه مظبط مع المأذون الموضوع ده من كام ساعه كده. عايزيني يا ستي اشهد على الجوازه. بيتبارك بوجودي.
بس في حاجة غريبة قالها لي مستر فارس. قال لك إيه؟ قال لي في بنت شغالة هنا في الأوتيل. البنت دي غلاوية قوي، حقودة، صفرة، عارفة أنتِ قوقة، عاملة زي القوقة كده. هو خايف البنت دي تعرف موضوع الجوازة تقوم تتفشكل. أتجنن وأعرف مين البنت دي. فارس عريسي يا شيخ برهان. عريسك؟ إيش هذا اللي تقولينه؟ بدك تتجوزي من خارج القبيلة؟ والله نمصبرك في رجليكي 30 يوم ونحرمك من الأكل والنوم. شيخ برهام أستأذنك بس يعني 5 دقايق أفهمك كل حاجة. ولا 5 ثواني. قول لي أنت من أنهي قبيلة؟ لا أنا من الرحاب. الرحاب؟ يا زين الناس، أولاد عمومتنا. من وين من الرحاب؟ لا 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 أنا من فين؟ شارع 90 داون تاون، وأنت نازل شمال بقى. ايوه عند موقف الميكروباص. ايوه يعني ما انتاش من الغجر. لا انا من الحضر. ولو هنقطعك 30 حته ونرميك لكلاب السكه. يعني هي كلاب السكه دي جعانه مش عايزه غير لحم انا؟ اصبر اصبر يا شيخ برهان، فارس هيعطيني مهر 1,000,000 جنيه. فا ايه؟ ايوه مهري ايش؟ ومتأخري 1,000,000 جنيه بعد. أنا؟ إيوه، وحيجيب لي شبكة ألماس اللي في خاطري. والله والله لو أعطاكي مهر 1,000,000,000 ما زوجك من خارج القبيلة. أيوه كده شيخ برهام، عندك مبدأ. الشيخ برهام لك نص العمولة. ها؟ الكلام ده حقيقي؟ والمبدأ؟ قل له حقيقي أحسن ما يقتلك من رقبتك ويمشي بقرة جربانة فوق جثتك. يقتلني من ركبتي؟ رقبتك رقبتك. وإيه حكاية البقرة الجربانة دي؟ هذه من عادات قبيلتنا. عادات من قايلة ب60 ميلة. يعني أموت وأبقى جربان؟ بقى أنت في 5 دقايق تدبسيني في 2,000,000 جنيه مهر وشبكة ألماس. الحق علي الحق علي اللي أنقذت حياتك. ولكن دلوقتي متقطع للكلاب. فلا الله ولا فالك. وعلى فكره بقى انا معيش فلوس لكل ده. عادي اكتب شيكات للشيخ برهام ويبقى يصرفها لما تستلم ميراث جدك. ميراث ايه؟ ميراث جدي؟ انت مستعجل على الجواز مشان ما يضيع عليك الميراث. ومين بقى اللي قال لك على الكلام ده؟ غلاب ها؟ ان كنت ناسي افكرك. انت هتغني هالي وانا قاعد موهوده سلطان ولا ايه؟ ونسيت اني فتحت لك بالودع وشفت لك يدك. وكل ده عرفتيه بقى طبعا من الكف والودع صح؟ ابقى عرافه واعرف كل شيء. طب وعرفتي ايه كمان يا ست عرافه؟ بس نتجوز ابقى خبرك. لا لا بلاش حاجات ما نتجوز عشان يعني جسمي بيتكهرب. وبعدين انا بصراحه انا بخاف من حكايه الشيكات دي، بخاف. ومش خايف اضيع من يدك وتجي القبيله وتشرب من دمك؟ خايف. خايف من القبيله قوي. وخاف منك انت كمان. ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ جدك وين؟ الله يرحمه ويدي له الصحة. 50 يوميه 120 140 يا نهار ابيض 150 انا مش مصدق نفسي 160 ودولارات كمان يا قلبي الابيض يا يما ده حلم ولا علم؟ عدوي تعالى ثانية واحدة تعالى بقول لك تعالى دي ايه يا عم انت؟ اضربني بالقلم. ايه ده لا عيب ما ينفعش يا ابني انا اللي بطلب منك اضربني بالقلم عشان افوق انت قد ابويا ما يصحش والله يا ابني اضربني 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 ايدك يا عدوي انت اتجننت ولا ايه انت حته قهوجي قهوجي انا اسف يا عدوي قصدي جرسون سيتاسي معلش الظاهر الفلوس غيرتني سيتامبوسيبل ايه كل الفلوس دي سكنت جروب الماني يا عدوي الماني جوت النخت ديشتبوه ديشتبوه يعني ادوني بقشيش عمري ما خدته في شغلانه المهببه دي يا مسهل الحال يا رب ده كده بقى كده يجوا المطعم وياكلوا ويشربوا ايوه بينها فرجه عدوي وهنقب على وش الدنيا عارفني ميرا فوزا سواغا ماتا ايلو في صبغا ايلو في صبغا دولا يا بركه دار البابا والماما وبركه حجاب زينه ايه ده؟ هي عملت لك حجاب؟ اديتولي بقشيش بس الظاهر جاب مفعول جبار سيكو زي ما انا لازم اشوفها هي فين دلوقتي عدوي اوعى تقول لها على اللي حصل دوت لحسن تنصص معايا نو 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 انا بس هقول لها تعمل لي حجاب كده تري فانتاستيك دارم دارم دولارات يا ناس
أول مرة بقشيش وشكلها آخر مرة. مش مصدق ده. يا رب. يا أخي ما شفتش في حياتي زي برهان اللي هو شيخ الجميلة ده. لا ما اسموش برهان، اسمه برهان بالميم مش بالنون. وبعدين ما فيش حاجة اسمها الشيخ الجميلة.